لقد كان اهتمام أعلى سلطة في البلاد الملك محمد السادس جلياً وعميق الأثر على المؤسسة الأمنية في خطابات ملكية عدة وفي مناسبات مختلفة، حيث أشاد الملك بعمل رجال الأمن، كما أولى الملك اهتمامه بموظفي الأمن فأصدر توجيهاته للارتقاء بهم من خلال تعديل نظامهم الأساسي إلى جانب تحسين أوضاعهم الاجتماعية. من هنا تأسست مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، التي قامت بأعمال إنسانية استهدفت عناصر وضباط الأمن وعائلاتهم.